تعلن المحافظة السامية للأمازيغية عن فتح أبواب المشاركة في الطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية. تتوج الجائزة أحسن الأعمال المتنافسة في الفئات الأربعة: اللسانيات، الأدب المعبر عنه بالأمازيغية والمترجم إليها، الأبحاث في التراث الثقافي الأمازيغي الغير مادي، الأبحاث العلمية التكنولوجية والرقمنة. تستقبل المشاركات بداية من 26 جوان وإلى غاية 26 نوفمبر على المنصة الرقمية www.arez.hcamazirite.dz. مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الثالثة سوف تنظم بولاية غردايا بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة أمنزون يناير 1973 الموافق للثاني عشر من جانفي 2023. للمزيد من المعلومات اطلعوا على القانون الداخلي للمسابقة وزوروا الموقع الإلكتروني www.hcamazirite.dz.